التصوف الحق ما كان في كتاب الله وموافقا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط لا غير. وهناك علماء يتحدثون قال الله وقال الرسول، وعندهم الجمال المحمدي. إذا نظرت إلى نور هؤلاء تجد المدرسة المحمدية، المدرسة النورانية، المدرسة الجميلة، ترى فيهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ومتواجدين في مدينة حضرموت إلى اليوم، وهم سلالة عن سلالة يأخذون بالإسناد إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى علي بن أبي طالب عليه السلام وعن مدرسة أهل البيت عليهم السلام. والتصوف الحق الذي جاء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم السادة من آل بعلوي حفظهم الله. وهذه المدرسة قديمة جدا، وهذه المدرسة بتصوفهم وبأخلاقهم نشروا الإسلام بكل آسيا، بأخلاقهم ورقي تعاملهم وابتساماتهم. حتى علماءهم اليوم إذا نظرت إلى محياهم تجد الابتسامة، تجد الكلمة الجميلة، تجد نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلامهم، في هديهم. ترى البقية الباقية من الصالحين.